السلام عليكم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن السيستم كولز والابليكيشن بروجرامينج انترفيسز اللي هي الاي بي ايز، وذكرنا العلاقة بيناتهم. وهذه المحاضرة ان شاء الله راح نبدأ نتحدث عن أمثلة عن هذه العلاقة بين السيستم كولز والابليكيشن بروجرامينج انترفيس. المثال اللي راح نتحدث عنه هو راح يكون بلغة سي، سي بروجرام. مثل ما نعرف انه في لغة سي البرامج تحتوي على عادة على عبارة برنت اف اللي هي تعتبر الطباعة اللي هي تكافئ سي اوت بي سي بلس بلس. فالبرنامج اللي يكتبه المستخدم عادة يحتوي على كلمة برنت اللي هي تكون في اليوزر مود عندما يتم تحويله، يعني عندما يتم استدعاء الستاندرد سي لايبراري اللي هي مكتبة السي القياسية، راح تحول لنا عبارة البرنت اللي يفتهمها المستخدم إلى السيستم كول اللي اسمه رايت اللي هو يفتهمه النظام. وطبعا راح يتم استدعاء الرايت قوسيا طبعا اللي هو عبارة عن فانكشن أو دالة تحتوي يعني في داخلها على فد برنامج معين يتم يعني استدعائه، وبعد ذلك يعني تنتقل يعني نتائج تنفيذ هذا البرنامج الى اليوزر مود واللي طبعا تتحول الى برنت اف وناتج اخراجها. الامثله على نظم التشغيل اللي راح اتحدث عنها هي راح تكون الام اس دوس اللي هو تقريبا واحد من اهم واقدم نظم التشغيل اللي هو مايكروسوفت ديسك اوبريتنج سيستم. هذا النظام اللي هو طبعا يعتبر جزء من انظمه الويندوز في ايامنا الحاليه اللي يمكن الوصول له من خلال الكوماند برومبت اللي هو يحتوي على يعني فقط واجهة إدخال الأوامر الشاشة السوداء. هذا هو single tasking يعني يحتوي يعني يقوم بتنفيذ عملية واحدة في الوقت الواحد. shell invoked when the system booted يعني عندما يتم عملية استنهاض النظام أو عندما نقوم بتشغيل الحاسبة راح يتم استدعاء shell. shell اللي هي مثل ما ذكرنا هي command line interface واجهة إدخال أوامر. simple method to run programs no process created يعني فقط مجرد تنفيذ بالبرامج اللي هي مخزونة سابقا في داخل النظام. single memory space هنا نلاحظ انه يعني الذاكره تقسم الى هذه الاجزاء الرئيسيه الكيرنل اللي هو نواه النظام، الكوماند انتربريتر اللي هو يعني مفسر الاعازات، وبعد ذلك الفري سبيس او الفري ميموري. الفري ميموري يتم بعد ذلك ملئها بالبروسيس اللي يتم تنفيذها في الوقت الواحد، يعني مثل ما ذكرنا عندنا بروسيس واحده فقط في اي وقت. وبالتالي عندما تاتي البروسيس يعني عندما يتم استدعاء فت عمليه معينه من الذاكره من الهارد يتم جلبها ووضعها في داخل الرام، يتم يعني نقلها الى هذا الجزء من الرام اللي هو يعني الذاكره الرئيسيه للنظام، يتم معالجتها، بعد ذلك يتم يعني حفظ النتائج في الهارد مره اخرى، ويتم جلب العمليه التي بعدها وهكذا. طبعا loads program into memory overwrite all but the kernel يعني عندما نقوم بارجاع هذه البروسيس الى الهارد ونجلب بروسيس اخرى نحرص على انه البروسيسز يعني او العمليات تاخذ حيزها في الذاكره بحيث لا تؤثر على الكوماند انتربريتر وعلى الكيرنل، يعني هذا الحيز من الذاكره يجب ان يبقى دائما محفوظا لهذا الجزء من الاو اس، يعني يجب عدم التداخل بين البيانات الخاصه بالبروسيسز اللي هي عمليات المستخدمين وبين نواه النظام ومفسر الاعازات. بعد ما ينتهي كل برنامج الشيل ريلودد، يعني مجرد انه بعد عندما نقوم بالنقر على اكزيت او انهاء اي عمليه او اي برنامج الشيل اللي هو يعني الكوماند لاين انترفيس راح يتم عمليه ريلود اللي هو يتم اعاده بدء من جديد لكي يكون مستعد لمعالجه العمليه الاخرى وهكذا. المثال الاخر اللي هو نظام الفري بي اس دي اللي هو يعتبر واحده من التطويرات او التحديثات على نظام اليونكس. هو يعتبر مالتي تاسكينج يعني يستطيع معالجه عده عمليات في الوقت الواحد. لاحظ هنا اكو عندنا كيرنل واكو عندنا الانتربريتر واكو عندنا العمليات بروسس بي بروسس سي بروسس دي، يعني عندنا ثلاث عمليات قاعد تشتغل حاليا، واكو عندنا فري ميموري يعني هذه الذاكره اللي هي متاحه انه يمكن ان نستدعي بها عمليات اخرى ونضعها في داخل هذا الجزء من الذاكره. عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول راح يعطي للمستخدم خيار استخدام الشيل المناسب له، اي انه هناك عده انواع من الشيل اللي يوفرها هذا النظام على خلاف الكوماند لاين انترفيس او الام اس دوس. الشيل اكسكيوتس ذا فورك، طبعا الشيل راح ينفذ لنا السيستم كول اللي اسمه فورك اللي تحدثنا عنه بالمحاضره السابقه، واللي هو عباره عن سيستم كول اللي هو نداء نظامي يستخدم لانشاء عمليه جديده. بعد ذلك ننفذ الاكسكيوت لتحميل البرنامج الى يعني تحويل البرنامج الى عمليه. ومثل ما تذكرون في الفصل الاول ذكرنا بانه البرنامج هو باسيف انتيتي، هو عباره عن ارقام يعني اصفار ووحدات مخزونه في داخل الهارد. البروسيس اللي هي العمليه اندر اكسكيوشن يعني البرنامج اثناء التنفيذ يسمى بروسيس. فعملي السيستم كول اللي اسمه اكسك هو يحول لنا البروجرام الى بروسيس. بعد ذلك الشيل راح ينتظر الى البروسيس انه تنتهي او تستمر بناء على طلبات او اوامر المستخدم. البروسيس طبعا راح تنتهي بحالتين، اما ترجع لنا كود زيرو معناتها نو ايرور يعني انتهت العمليه بنجاح، او ترجع لنا كود اكبر من صفر. وطبعا هناك عده يعني ارقام لعده كودات كل واحده منها تدل على فد خطا معين يحصل في العمليه اثناء التنفيذ، منها ديفايد باي زيرو يعني القسمه على صفر،
بافر اوفر فلو، يعني تجاوز الذاكره المتاحه، وغيرها من الاخطاء الاخرى. السيستم بروجرامز اللي هو جزء اخر من اجزاء النظام، مثل ما ذكرنا اكو عندنا الكيرنل، واكو عندنا يعني اللي هو الكيرنل اللي هو نواه النظام، وبعد ذلك تاتينا السيستم سيرفيسز اللي تحدثنا عنها في المحاضره السابقه، وكذلك تجينا السيستم بروجرامز اللي هي برامج النظام اللي عاده تاتي منصبه مع نظام التشغيل على اختلاف انظمه التشغيل، يعني سواء كانت لينكس، يونكس، ويندوز، ماك او اس وغيرها. هذه البرامج وظيفتها انه توفر في بيئه مناسبه لتطوير البرامج وتنفيذها، وطبعا تقسم الى عده اجزاء: التلاعب بالملفات، معلومات الحاله واللي عادة تخزن يعني كفايل موديفيكيشن اللي هي تعديل على ملفات، دعم لغات البرمجة أو يعني دعم البرمجة طبعا، يعني تنفيذ تحميل وتنفيذ البرامج، الاتصالات، الباك جراوند سيرفيسز اللي هي خدمات يعني الباك جراوند اللي تعمل في الخلفية، الابلكيشن بروجرامز اللي هي البرامج التطبيقية. الابلكيشن بروجرامز قد تكون هي جزء من السيستم بروجرامز، وقد يتم يعني تنصيبها من قبل المستخدم، واللي هي برامج التطبيقية يعني مثل مايكروسوفت اوفيس والفيجوال ستوديو وغيرها من البرامج الاخرى اللي هي تعتبر ابلكيشن بروجرامز. Most users view of the operating systems is defined by the system programs، يعني اغلب المستخدمين اللي يشوفونه من نظام التشغيل هو فقط السيستم بروجرامز اللي هي برامج النظام، ونادرا ما يقوم المستخدم بالتفاعل مباشره مع السيستم كولز، لانه مثل ما ذكرنا السيستم كولز تكون مخبأة خلف الاي بي اي، واجهه البرمجه التطبيقات، والاي بي اي يتعامل معها المبرمج فقط، اما كيوزر فعادة يعني هو مجرد انه يتفاعل مع برامج النظام اللي هي مثلا البينت، مثلا السيستم بروبرتيز وغيرها من الامور الاخرى. السيستم بروجرامز ايضا مثل ما ذكرنا توفر لنا بيئة مناسبة للبرامج لتطويرها وتنفيذها، بعض الاحيان تكون واجهة يعني مجرد انه تكون هي simple user interface for the system calls، يعني مجرد انه تكون واجهة مستخدم بسيطة لاستدعاء نداءات النظام، بعض الأحيان تكون لا أكثر تعقيدا من ذلك، يعني تكون برامج مركبة تحتوي على عدة سيستم كولز في داخل الإعاز الواحد. أنواعها مثل ما ذكرنا هي الفايل مانجمنت، هي إنشاء الملفات، حذف الملفات، نسخها، إعادة تسميتها، طباعتها، الدمب اللي هو تخلص من الذاكرة إذا كان هناك خطأ، ليست اللي هو يعني عمل قوائم للملفات، generally manipulating files and directories، يعني كل الإعازات اللي من خلالها نتلاعب بالملفات و المجلدات راح تكون هي جزء من الفايل مانجمنت اللي هي جزء من السيستم بروجرامز برامج النظام. كذلك الستاتس انفورميشن، معلومات الحاله، في كل لحظه من لحظات عمل نظام التشغيل يجب ان يكون هناك يعني قائمه مفصله لكل المعلومات اللي يحتاجها نظام التشغيل لمعرفتها عن الجهاز، المعلومات مثل التاريخ، الوقت، كميه الذاكره المشغوله، كميه الذاكره الفارغه، عدد المستخدمين، كذلك يعني الاداء، معلومات مفصله عن الاداء مثل اللوجينج، يعني من هم المستخدمين الذين قاموا بتسجيل الدخول، ما هي البرامج اللي دخلوا اليها، الديباجينج اللي هو تصحيح الاخطاء اذا ان وجدت وغيرها من الامور الاخرى. كذلك these programs format and print the output to the terminal or output to other devices، يعني عاده معلومات الحاله يتم طباعتها الى المستخدم اللي هي تظهر عندنا عاده على الشاشه، اللي هي نسبه استخدام المعالج، نسبة استخدام الرام، غيرها من الأمور الأخرى اللي هي عادة تكون يعني فيتشرز يتم تنصيبها أو يتم عرضها على شاشة أو يتم إرسالها إلى جهاز آخر أو يتم وضعها في ملفات لوجينج اللي هي يعني مجرد تسجيل لتاريخ العمل الحاسوب من بدء التشغيل إلى انتهاء التشغيل. Some systems implement registry، يعني عادة هناك بعض الأنظمة تقوم باستخدام registry اللي هو مسجل النظام، واللي موجود أيضا في الويندوز، موجود في لينكس وفي كل نظم التشغيل، الذي يقوم بخزن واسترجاع معلومات الحالة أو كذلك كل النشاطات اللي يقوم بها المستخدم في داخل الحاسوب. الفايل موديفيكيشن ايضا جزء من السيستم بروجرامز، جزء من برامج النظام، هو التعديل على الملفات، واللي يتم يعني دعم هذا الشيء من خلال توفير التكست اديترز اللي هي يعني محررات النصوص، يعني نعرف انه اكو عندنا النوت باد، الوورد باد بالنسبه للويندوز، بالنسبه للينكس اكو عندنا الفي اي والفيم والبيكو وغيرها من محررات النصوص الاخرى اللي من خلالها تقدر انه تفتحها من خلال سطر اوامر او من خلال يعني برامج النظام وتقوم بانشاء وتعديل الملفات. كذلك هناك special commands to search the contents of the files or perform transformation of the text، يعني هناك ايضا الكثير من الاعازات الخاصه للبحث في داخل الملف وكذلك اجراء عمليات نقل للبيانات من ملف الى اخر. دعم لغات البرمجه من خلال توفير الكومبايلرز، الاسمبلرز يعني المفسرات او المترجمات او المفسرات او غيرها، ديباجرز اللي هي مصححات الاخطاء، الانتربريترز sometimes provided ايضا. هذه طبعا ممكن انه تكون موفره من قبل نظام التشغيل كجزء من السيستم بروجرامز، وقد يتم تنصيبها من قبل المستخدم يعني بعد ذلك، يعني عندما نقوم بتنصيب كومبايلر للغه معينه او اسمبلر للغه الاسمبلي وغيرها.
البروجرام لودنج اند اكسكيوشن ايضا يعني تحميل وتنفيذ البرامج من خلال وجود الابسوليوت لودرز، الريلوكيتابل لودرز، لينكج اديترز، اوفرلاي لودرز. هذه كلها الادوات اللي يستخدمها المبرمجين عاده في ربط البرامج الرئيسيه بالمكتبات الاخرى مثل الدي ال ال يعني دايناميك لينك لايبراري وغيرها من الامور الاخرى. ايضا يتم توفيرها وارفاقها مع نظام التشغيل ضمن السيستم بروجرامز. الكوميونيكيشنز واللي يقصد بها الاتصالات اللي تجري بين المستخدمين والعمليات وانظمه الحاسوب بعضها مع بعض الاخر. طبعا تسمح للمستخدم بارسال الرسائل من يعني تو انذرز سكرينز يعني الى واجهات الشاشات المستخدمين الاخرين بتصفح صفحات الويب، ارسال الايميلز واللوج ان ريموتلي يعني اللي هو تسجيل الدخول الى حواسيب بعيده، ترانسفير فايلز وغيرها من الامور الاخرى، كل انواع الاتصالات يعني. كذلك جزء من السيستم بروجرامز اللي هي الباك جراوند سيرفيسز اللي هي لانش ات بوت تايم، اللي هي تبدا هذه الخدمات اللي تعمل في الخلفيه اللي هي لا تظهر للمستخدم عاده، تبدا مع زمن استنهاض النظام او اول ما يبدا النظام تبدا معه هذه الخدمات اللي تعمل في خلفيه الحاسبه. بعضها تستخدم يعني some for the system startup then terminate، يعني بعضها تستخدم فقط لبدء عمل النظام بعد ذلك تنتهي، وبعدها تستمر مع يعني بعضها تستمر مع النظام حتى عمل يعني نقطة الشت داون، يعني تستمر في العمل في الخلفية بالباك جراوند ابتداء من نقطة تشغيل الحاسبة حتى انتهاء عمل الحاسبة إلى لحظة إطفائها. طبعا توفر فاسيلتيز لديسك تشيكينج، بروسيس سكجولينج، ايرور لوجينج، برينتينج، كل هذه التقنيات راح توفر لنا اياها هذه الخدمات. ران ان يوزر كونتكست نوت ان كيرنل كونتكست، عاده تعمل في نطاق المستخدم وليس في نطاق نواه النظام. عاده نسميها ايضا سيرفيسز او سب سيستمز او دايموندز مثل ال بي ال بي دي اللي هو اللاين برينتر دايموند وغيرها من الدايموندز الاخرى اللي هي فقط يعني خدمات تسهل لنا عمل الاجهزه والبرامج الاخرى. الابلكيشن بروجرامز مثل ما ذكرنا doesn't pertain to system، يعني غير محدده او مقيده بالنظام، يتم تنفيذها من قبل المستخدمين عاده لا تعتبر جزء من نظام التشغيل لانه مثل ما ذكرنا قد تكون جزء من system programs وقد يتم تنصيبها من قبل المستخدمين. launched by command line، يعني يمكن انه نصل لها عن طريق سطر الاوامر او نقره الماوس او عن طريق الفينجر بوك اللي هي يعني في الاجهزه اللوحيه او الاجهزه اللي تعمل باللمس، فينجر بوك اللي هي يعني لمسه الاصبع ايضا ممكن انه تشغل لنا في برنامج معين. الاوبريتنج سيستم ديزاين اند امبلمنتيشن، كيف يتم بناء نظام التشغيل؟ عاده يعني عمليه تصميم وتنفيذ نظام التشغيل بشكل مثالي هي نوت سولفبل، يعني هي لم يتم حلها بشكل نهائي الى الان، يعني لم يتم بناء نظام مثالي 100% الا انه هناك بعض الطرق التي اثبتت نجاحها، يعني ما زال الجهد في انتاج نظم تشغيل افضل مستمرا حتى الان، يعني ما زالت شركات مايكروسوفت ومؤسسات مثل لينكس وشركات ابل وغيرها ما زالت تعمل على تطوير نظم تشغيلها لكي تكون افضل واكثر كفاءة. طبعا التركيب الداخلي لنظم التشغيل يختلف يعني بشكل كبير جدا. بدأت طبعا كل نظم تشغيل يعني لم تكن دائما مثل ما نراها اليوم وانما بدأت بسيطة جدا، ولكن يجب عند البدء بالتصميم يجب ان نحدد في البداية الجولز والسبيسيفيكيشنز، الاهداف اللي نريدها من نظام تشغيل والمواصفات اللي نريد نوفرها للمستخدمين. Affected by the choice of hardware type of the system، يعني عادة عندما نريد تصميم نظام تشغيل يعني راح نقيد بالهاردوير اللي نستخدمه وكذلك نوع النظام، يعني مثلا نظام تشغيل الاندرويد للهواتف الذكية تم تصميمه بطريقة خاصة تعتمد على الهاردوير لأنه راح يكون عندنا باتري دريفن، يعني يتم تشغيله من خلال البطاريات وراح تكون الشاشة صغيرة، ليس هناك ماوس، ليس هناك كيبورد وغيرها من الأمور الأخرى، وبالتالي يتم تصميم نظام التشغيل اعتمادا على الهاردوير الخاص به وكذلك نوع النظام اللي نريد نشتغل عليه. طبعا نظم التشغيل اكو عندها يوزر جولز واكو سيستم جولز، يعني كمستخدم الى اهداف معينه عندما يتم يعني يفضل نظام تشغيل على نظام تشغيل اخر، لانه يريد من نظام التشغيل كيوزر جولز انه يكون convenient to use اللي هو يعني بسيط او سهل الاستخدام او مناسب للاستخدام، easy to learn اللي هو سهل التعلم، موثوق، امين وسريع. بالنسبة للسيستم جولز يعني كمطورين للنظام ايضا يريدون نظام التشغيل يجب ان يكون ايزي تو ديزاين، يعني سهل التصميم والتنفيذ ويعني البرمجة يعني والصيانة، وكذلك يجب ان يكون مرن وموثوق وايرور فري يعني خالي من الاخطاء وافيشنت وكفو. وطبعا يعني هذه وجهات النظر، يعني ممكن انه تصمم نظام تشغيل يكون صعب جدا للمستخدم الا انه سهل التصميم، وممكن انه تقوم يعني بتصميم نظام تشغيل يكون سهل جدا للمستخدم ولكنه صعب التصميم، يعني طبعا يعني تبقى هناك ما يسمى بالتريد اوفس، يعني ما هو ايش قد تقدر تضحي بصعوبه النظام من اجل تسهيل تصميمه
وممكن ايش قد تقدر تضحي ب يعني صعوبة التصميم من اجل انه تسهل الاستخدام للمستخدمين وهكذا. Operating System Design and Implementation مثل ما ذكرنا اكو عندنا يعني قضية مهمة جدا وهي الفصل بين البوليسي والميكانيزم. البوليسي هو what we will do, what will be done, ما الذي يجب أن نفعله, اللي هي هذه الاتفاقيات التي يعني يتم كتابتها في البداية تحدد لنا أهداف النظام والغاية من عنده. الميكانيزم هي الآليات اللي راح نستخدمها لتحقيق هذه البوليسيز. يعني الميكانيزمز اللي هي الميكانيكيات أو الآليات هي تحدد لنا كيف سنفعل شيء ما, أما البوليسيز فتحدد ما الذي يجب فعله. الفصل بين البوليسي والميكانيزم طبعا مهم جدا أو يعني مبدأ مهم جدا لأنه راح يوفر لنا maximum flexibility يعني مرونة كبيرة جدا خاصة إذا احتاجنا أنه نغير البوليسيز في المستقبل. Specifying and designing OS is highly creative task of software engineering. هنا هذا طبعا يعني معلومة مهمة جدا أنه تصميم وتحديد خصائص أي نظام تشغيل هو وظيفة مهمة جدا من وظائف السيستم أو software engineering اللي هو هندسة البرامجيات. يعني بعض الأخوان يسألون أنه ما هو اختصاص مهندس البرمجيات, اغلب مواد هندسه البرمجيات تكون مواد جافه ومعقده وكثير يعني تحتوي على الكثير من الكلام بدون اي تطبيق. في الحقيقه هو مهندس البرمجيات هو الشخص اللي يجب ان يكون مسؤولا عن هذه العمليه اللي تحدث عنها قبل قليل, التوفيق بين اهداف المستخدم واهداف النظام, انه شلون تقدر تصمم نظام تشغيل بحيث انه يكون يحتوي على كل اهداف المستخدم وكل اهداف المصممين, وبالتالي هذا الشيء راح يكون مثالي. طبعا هو لحد الان غير موجود ولكنه جزء كبير جدا من وظائف السوفت وير انجينيرنج. الامبلمنتيشن تمثيل او بناء النظام, عاده نظم التشغيل القديمه كانت تبنى بلغه الاسمبلي, بعد ذلك ظهرت عندنا سيستم بروجرامينج لانجويجز مثل الجول والبي ال 1, بعد ذلك ظهرت عندنا سي وسي بلس بلس واللي هي استخدمت وما زالت تستخدم في برمجه الكثير من نظم التشغيل. في الحقيقه كل نظام تشغيل نراه اليوم ونستخدمه هو عباره عن خليط من عده لغات, لوست ليفل يعني ابتداء من الاسمبلي. المين بودي عاده اغلب مكونات نظم التشغيل تكون بلغه السي, بعد ذلك يعني عندنا بعض السيستم بروجرامز تكتب بالسي والسي بلس بلس, وسكريبتنج لانجويج لغات يعني السكريبتنج مثل البيرل والبايثون والشيل سكريبت. هنا سؤال مهم جدا انه لماذا لا يتم استخدام لغات برمجه اخرى اكثر يعني اكثر كفاءه وتطورا من السي بلس بلس لبناء النظم؟ طبعا استخدام لغات برمجه عاليه الاداء او عاليه المستوى راح يسهل لنا البورت تو اذر هاردوير, يعني راح يسهل لنا الوصول الى الهاردوير المختلفه, الا انه راح تكون سلاور. يعني هنا كثير من الاخوه يسالون انه ليش ماكو عندنا نظام تشغيل مبني بلغه جافا مثلا, لان على الرغم من انه جافا هي اكثر كفاءه وقوه من سي وسي بلس بلس, بس الجواب انه لغه جافا بطيئه في التنفيذ, يعني لا يمكن مقارنتها بلغه سي وسي بلس بلس, وبالتالي عندما تريد بناء نظام تشغيل تلجأ الى سي وسي بلس بلس وبيرل وبايثون لانه هي سريعه جدا مقارنه مع جافا, على الرغم انه جافا كفؤه جدا الا انها هي بطيئه مقارنه مع هذه اللغات. كذلك الإيميوليشن اللي هو المحاكاة انه تسمح لنا بتنصيب نظام تشغيل على بيئة نون نيتف هاردوير, يعني انه تقدر تنصب نظام تشغيل ماك في حاسبة يعني مصممة للويندوز اصلا مثلا, او نظام تشغيل لينكس في حاسبة موجودة يعني تحتوي على نظام تشغيل الاصلي اللي هو الويندوز وغيرها من الامور الاخرى. Operating System Structures طبعا الـ General Purpose OS is very large program, يعني نظام تشغيل مهما كان كبير الا انه هو يعني برنامج في النهاية يتم يعني يعمل عند بدء تشغيل الحاسوب وينطفئ عند اطفاء الحاسوب. الهيكل الرئيسي لنظم التشغيل يختلف, بعضها تكون سمبل ستراكشر يعني هيكل بسيط جدا مثل الام اس دوس, بعضها تكون اكثر تعقيدا مثل اليونكس, بعضها تكون لايرد اللي هي عباره عن طبقات, وهناك ابستراكشن يعني كل طبقه تبنى على الطبقه الادنى من عندها. ايضا عندنا ما يسمى بالمايكرو كيرنل اللي هو الماك او اس وغيرها اللي راح نتحدث عنها ان شاء الله في المحاضره القادمه, فخليكم ويانا. شكرا جزيلا ومع السلامه.